السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي توفيق خليفة معصب من سكان منطقة الجبيلة عند منطقة الملاهي العامة. أنا قبل جاية السيل بيوم سمعت إنه في تحذير ومش عارف شنو، خذيت عيالي خذيت جوزتي شلت الهلها في شيحة ونزلت ومشيت لجماعة الحرس وريتهم قلت لهم ياهو هل نحن المنطقة اللي فيها توها من شملها التحذير؟ قالوا لي لا. من جيت مستشفى الهريش وانزل على البحر، هم عقلهم في البحر مساكين مش يغدروا بي، ناسين ان فيه الوادي والسد الحصيله. قعدت قاعد لعندن ليل علي الليل وتمت التغطية تريح ومش ومطر كثرت. قلت لا 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 لا، قالني توكي نجني حتى على روحي، حطيت بشي في ساك وطلعت ندور في سيارة، سيارتي ما باش تولع ما لقيتش حد. لحظات رديت للحوش معي خوي قاعد في ساعد فيه مش عارف على فتاش ما فتاش، تخش علي الوادي من جهتين نلقى روحي فجأة سكرت علي الشقة وراسي في السقف متاع الشقة، بس جاب الله نعرف نسبح ونعوم ويخبط في السقف والضي ما فيش ضي، ونجي نحل البيبان تسكرن العمق المية اللي في الشارع أكثر من الحوش ما بنش نحلن. نخبط وخل نادي الخون شر مني، خوي منصوبة أوطى مني، قلت روح تمت نشهد بصراحة. وقلت في عقلي نقول لا إله لا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، لأن الحمد لله إلى ربي نجالي عيالي ومرتي ناهو اللي سهل. لحظات نسمع حاجة والله نحسبها طيارة، سريت قوة المية اللي في الشارع كسر الساس بتاع جاري، طبعا موتوا كلهم خشت عليهم من المية موتوا. المية لما نزلت من الشارع نحل عندي الباب، طلعت للشارع نلقى جيراني مسكينة ولية يأجرها ربي لعت عنيبة ماسكة ظنا بنتها وظنا ولدها موتة كلهم جيراني موت الشارع أغلب، يعني تميت نمشي عجتها وينفلح كراعي دموات، نقعد ننزف في دم لعندني شوي اغمى علي، نطلع حافين من جبيلة لعند المغار باش طقيت سيارات الجيش، جيت طحت عليهم مغمى علي من كثرة ما نزفت من دم. شالوني بصراحة، شالوني وسعفوني ومش عارف شافوا الجرح مش عارف، وبعدين مشيت لعيالي قلت نا خلاص خشيت مرحلة الأمان لما وصلت الشيحة. جيت خشيت وحوش والله عديلي فرج المرغني، خشيت نام يا دوب جيت نبي نغفي نرقدك يجي الباب طاف طاف طاف، الجيش يقول اخلوا شيحة السيل حتى وين بجي الشيحة، ونامش قادر انا قاعد شبه اني معدوم. باش خذيت عيالي وخذيت عيال عديلي هضم وجايبين بسطات الجيش حطيتهم في سيارات الجيش وطلعونا للمخيلي المفتر للظهر المفترق اللي بين اللي يطلع على القبه، ومعي شبابات بنات عديلي يعني والله يرمينا على القبه اشهد لله ما قصروا. واحد حللنا حوشه قال لي والله بالشبابات هذه ما تقعد في مدرسه، نحن بعضنا اعطاني حوشه حطيت فيه العائلات اللي معي وتمت امانه في رقبتي. الشبابات اللي معي اللي بوهم قاعد هنا عنده شغل في بنغازي، وانا تميت شبه معدم ما عادش عرف ما ندير. خذيتهم في فيتو في سيارة وجبتهم اليوم هذا، جبتهم وصلتهم لبوهم وأمانة وحطيتهم. فلهذا تو شوف الموت هذه كلها حسبنا الله ونعم الوكيل، والله حسبنا الله ونعم الوكيل، ما نتهموش حد